Good morning, my dear student. Today we are going to continue our lesson, the present simple passive, المضارع المبني للمجهول. We said sentences in English could be active sentences or passive sentences. حكينا الجمع باللغة الإنجليزية إما active معلوم أو passive مجهول. أوكى؟ okay? وتعلمنا كيف نحول من معلوم إلى مجهول. حكينا أول خطوة you should underline the subject the verb and the object ومن ثم نعكس مكان object مع مكان subject الفعل نحوله إلى تصريف ثالث ومن قبله نضع ار أو إز حسب الأوبجكت إذا كان جمع أنا بستخدم ار إذا كان مفرد بستخدم إز أوكي طيب حكينا عن القاعدة لخصناها بمبني للمعلومة الأكتف سبجكت فيرب أوبجكت when we change it into passive it becomes object is or are according to the subject then verb 3 past participle by the subject okay طيب let's talk about changing the uh, pronouns تحويل الضمير في مكان السبجكت إلى ضمير يحل مكان الأوبجكت يعني لما يكون عندنا ضمير في مكان الفاعل subject I, he, she, it, we, you, they لما نحول الجملة إلى بسف لازم أحول هذا الضمير I تصبح me him أو sorry he, him she, her it, it we, us you, you, they, them كيف يعني؟ نشوف هذا المثال she reads a book every month the first step الخطوة الأولى نحدد subject reads verb a book object every month ما إن علاقة فيها لإنها هاي مش اسم this is an adverb ظرف وإحنا حكينا object بيكون إما اسم أو ضمير طيب بعدها حكينا بنعكس مكان object a book singular or plural it is singular so we use is لأنها مفرد استخدمنا is بعدين بنحول reads إلى التصريف الثاني read اوكي okay. a book is red. قرئ الكتاب. By. هذا نحط مين؟ نحط subject. لكن إذا إذا إجا subject ضمير فلازم أنا أكون حافظ التحويلات. إذا نشيل شو لازم أحولها هير إذا by هير اوكي نشوف مثال تاني. I clean the rooms daily. بنحدد subject. clean verb the rooms object daily هي ظرف ما دخلنا فيها this is adverb ظرف ما دخلنا نعكس the rooms plural so we use are نحول إلى التصريف الثالث cleaned by هلا بدنا نجيب مين؟ بدنا نجيب ال subject طب أنا عندي الضمير I في جدول التحويلات لشو لازم أحول I إلى مي اوكي okay. في جدول التحويلات لازم احول اي الى مي so by مي انتهى كمان مثال they subject do verb the homeworks object يلا نعكس the homeworks جمع s is an r do the verb 3 of it is done by بدنا نجيب ال subject subject في جدول التحويلات they تحول إلى ماذا؟ إلى them أوكي؟ okay. إذا لازم إذا كان الفاعل ضمير لازم أحوله إلى ضمير مناسب لأنه ما بصير أحكي by she أو by uh, I أو by they ما بصير لازم أحول الضمير إلى ضمير يصلح إلى أن يكون في مكان الأوبجكت أوكي؟ okay. لكن مثلاً هون لما كان عندنا ماري اسم the teacher نزلناه مثل ما هو by the teacher or by uh, by Mary لكن لما يكون عندنا ضمير لازم نحول الضمير إلى ضمير مناسب أوكي okay? طيب so, هلا نحكي عن تحويل الجمل إلى negative and interrogative the horses are ridden by the boys هاي الجملة محولة إلى بسب وجاهزة The horses هي كانت الـ object بالجملة و are ridden هي الـ verb و by the boys هي الـ subject هلأ لازم نحول الجملة إلى negative كتير سهل هلأ ما دخلنا بترتيب الجملة We write it as it is without it changing نكتبها كما هي بدون أي تغيير فقط أنا شو بعمل نشوف كده نحولها إلى negative نفي The horses Okay أنا راح أشتغل بس على الفعل آر والفعل is، راح أحولهم إلى نفي، شو بتصير؟ أرنت، وبنزل الفعل كما هو، وما تبقى من الجملة كما هو. أوكي؟ إذا أنا شو عملت؟ نيجاتيف، النفي، بس حولت الآر إلى أرنت، وما تبقى كما هو. طيب في حالة interrogative اللي هو السؤال، interrogative، شو بنعمل؟ فقط بننقل آر إلى بداية الجملة. are the horses ridden by the boys we do not change the order of the sentence ما غيرنا ترتيب الجملة okay. بالنيجاتيف فقط حولت are إلى aren't وإذا كان عندي is بتصير isn't في السؤال نقلت R إلى أول الجملة وإذا كان عندي إز بنقلها إلى أول الجملة أوكي okay? طيب بتشوف مثال الثاني The carpets are washed by mom Same thing بدي إياها تصير نيجاتيف The carpets change R into a rent washed by mom أوكي okay? If I want to make it a question Change the place of R into the beginning of the sentence. Are the carpets washed by mom? Question mark. Okay. Let's see. Example three. The cat is fed by Ali. Change it into negative. The cat isn't fed. باي علي مش عم بنغير في ترتيب الجملة إشي يا سادس أوكي okay? بس أنا عم بشتغل على الفعل is و are if it is a question is the cat fed by علي question mark أوكي okay? إذا المرة تانية if I want to make the sentences negative 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 just negate the verb are or is بنحول ار او از الى فيه بتصبح ارنت او ازنت طيب في حالة انتروجاتيف السؤال انتروجاتيف شو بنعمل كويستشن فقط ننقل ار الى اول جملة او بننقل از الى اول جملة وهيك بنكون كوننا السؤال اوكي طيب احنا هيك بنكون انهينا درسنا في عنا واجب واجب صفحة 30 في كتابك ستودنت بوك اكسرسايز بي و اللي هم هيهم اوكي صفحة 30 بيش تلاتين، exercise A: change the statement to a question نعمل سؤال، أوكي؟ okay. and exercise C: make the statements negative نحول الجمل إلى negative، أوكي؟ okay. ما نبعث الحلعة الخاص يا حلوين، أنا بنزلك الإجابة إن شاء الله فيما بعد. Thank you for watching.